احبتي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احييكم اجمل تحيه وارحب بكم اجمل ترحيب واقدم لكم حلقه جديده من برنامج موصليات فاهلا وسهلا بكم هذه الحلقة سوف تكون عن رمز آخر من رموز الموصل الأستاذ مظفر بشير. عرفناه شاعراً وكاتباً وصحفياً ولغوياً من الطراز الأول خريج دار المعلمين العالية في بغداد. وهي من المؤسسات التربويه الاولى التي شهدها العراق منذ سنه الف وتسعمائه وثلاثه وعشرين وكانت هي وكليه الحقوق التي سبقتها في التاسيس سنه الف وتسعمائه وثمانيه والكليه الطبيه الملكيه التي تاسست سنه الف وسبعه نواة لجامعة بغداد حصل الأستاذ مظفر بشير على شهادة الليسانس وهي تساوي شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من دار المعلمين العالية ببغداد بمرتبة الشرف سنة 1952 وكان قد دخلها سنة 1949 وحين كتبت عن دار المعلمين العالية اعتمدت فيها على ذكريات الأستاذ مظفر بشير في الدار سنة 1952 هو من مواليد مدينة الموصل سنة 1933 أمد الله بعمره ومتعه بالعافية والبركة وقد خدم في مدارس العراق مدرسا للغة العربية، عمل في متوسطة خانقين سنة 1953، كما عمل في ثانوية الكرخ ببغداد سنة 1956 وفي اعداديه الكاظميه سنه 1961 وفي ثانويه الشعب ببغداد سنه 1964 وبعدها احيل على التقاعد سنه 1984 عرفته عرفته مصححا لغويا في جريده الجمهوريه البغداديه التي كنت أكتب فيها في السبعينات من القرن الماضي وظل فيها حتى وقوع الاحتلال الأمريكي سنة 2003. نعم الأستاذ مظفر بشير، الشاعر واللغوي والمصحح والإعلامي، قرر أن يعود إلى عشه الأول الموصل سنة 2007 كأي إنسان يحن إلى مدينته التي ولد فيها وكانت له فيها ملاعب الصبا وأتذكر أنه كان يتردد على جريدة فتى العراق التي كنت مستشارا لتحريرها وكانت له علاقه طيبه مع رئيس تحريرها المرحوم الاستاذ احمد سامي الكلبى وقد تم الاتفاق على ان يكتب مقالاته تحت عنوان كلمه طيبه واستمر يكتب هذه المقالات حتى احتجبت الجريده وتوقفت بوفاته رئيس تحريرها الأستاذ أحمد سامي شلبي سنة 2009 ومن مقالاته في هذا الميدان مقالته الموسومة من صور القرآن البلاغية ومقالات أخرى كما وجدت له مقالات في مجلة موصليات التي يصدرها مركز دراسات الموصل بجامعة الموصل الأستاذ مظفر بشير كاتب متميز وشاعر عذب له من الكتب كتاب بعنوان "التاريخ الشعري" لون من ألوان البديع، والتاريخ الشعري هو ما نسميه التاريخ بحساب الجمل، وله كتاب أيضا بعنوان "في السلامة اللغوية" وله مجموعه شعريه بعنوان الغض النظير في شعر مظفر بشير وله كتابان مخطوطان هما اقباس من التراث ومدارات ومسارات ومعظم كتبه هي عباره عن مقالات ودراسات نشرها في صحف بغداديه منها الجمهوريه ومنها الزوراء وكذلك ايضا ما كان ينشره في جريده فتى العراق الموصليه الاستاذ مظفر بشير عضو في الندوه الموفقيه او ما نسميها ندوه مصابيح الهدى وهو ايضا احد شعرائها وكانت الندوة تضم نخبا من مثقفي الموصل، تأسست سنة 1996، ولي مقال منشور عنها في الإنترنت، كما أن الأستاذ مظفر بشير شاعر يكتب الشعر العمودي باقتدار، وبين يدي الكثير من قصائده منها قصيده بعنوان افتخار يحيي فيها الشابين الاعجوبتين الاستاذ ضياء والاستاذ علاء اولاد صديقنا اللواء الركن حازم البرهاوي وله قصيده يؤبن فيها المربي ورجل النهوض الاسلامي الاستاذ غانم حمودات كما أن له قصيدة يرثي فيها صديقنا المشترك الشيخ علي حامد الراوي، وله قصيدة يهنئ الدكتور طاهر الدباغ لمناسبة إحالته على التقاعد، كما أن له قصيدة يستذكر فيها الصديق والأخ الأستاذ أحمد سامي الشلبي رئيس تحرير جريدة فتى العراق. ومن قصائده قصيده رائعه بعنوان سيجمعنا العراق يقول فيها اذا كنا تفرقنا فئات سيجمعنا ماء دجله والفرات فذا يمحو الرزايا في الثنايا ويغسل كل اسباب الشتات ثم يقول سيجمعنا العراق على رباه وقامات النخيل الباسقات سيجمعنا العراق برافديه بماء سلسل عذب فراتي، علق الاستاذ سامي مهدي الشاعر والصحفي الكبير مره على ما كتبه على ما كتبته انا عن الاستاذ مظفر بشير فقال انه فقال انه يعتز به يعتز به كونه كان استاذا له في الثانويه في ثانويه الكرخ وانه التقاه في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات مسؤولا عن قسم التصحيح في جريده الجمهوريه يعني الاستاذ سامي مهدي اصبح رئيس تحرير جريده الجمهوريه فوجد استاذه الاستاذ مظفر بشير رئيسا لقسم التصحيح في جريدة الجمهورية في أوائل الثمانينات الأخ الأستاذ مظفر بشير أمد الله بعمره ومتعه بالعافية شاعر وكاتب ومصحح لغوي ومرب وصحفي ولا يزال بالرغم من تجاوزه السبعة وثمانين عاما يتواصل مع الكتابة تحياتي له واعتزازي به وتمنياتي له بالخير والبركه شكرا لاصغائكم والى حلقه اخرى من برنامج موصليات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته